اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مختلفه غير كل ايام الاسبوع. احنا اتفقنا ان بيكون معانا يوم الاحد من كل اسبوع اكل صحي. النهارده الاثنين كنا المفروض نعملها امبارح، النهارده هنعملها مع بعض بكل تفاصيلها وايه التريكات بتاعتها اللي ممكن الاكله معاكي تنجح. تعملها دايت، تعملها رجيم، تعملها هيلسي. مفاتيح الاكله بين اصابع ايدك العشره. هنعمل النهاردة فتة رجيم. لما نسمع فتة رجيم بنتخض شوية، يعني ايه فتة ويعني ايه رجيم؟ تفاصيل الأكلة دي هنعملها بالفراخ معاها زبادي معاها حمص الشام، يعني بروتين حيواني بروتين نباتي بيجمعهم زبادي برضو بروتين حيواني لطيف، ولكن نختار هنا المكونات بتاعتنا أو الماتيريال بتاعنا اللي موجود جوه الأكلة بقدر الإمكان يكون هيلسي. استخدامنا للدهون هنا بيكون لطيف وبسيط بقدر الإمكان برضو نهرب منه. معانا زبادي بنشتريه من السوبر ماركت، كمية الدسامة فيه قليلة. الفراخ طبعا بريئة من الدسامة، ولو معاكي فرخة سليمة شيل الجلدة بتاعتها عشان تتخلصي من الدهون اللي فيها. معانا الحمص الشام بيتسلم مع بوكيه جرنيه لطيف وجميل. معانا النهاردة مراكب الخضار المشوية بالأعشاب. يعني ايه مراكب الخضار؟ يعني معانا بطاطس هنعملها على شكل مركب لطيف وحلو، ممكن مخرجنا الجميل يروت عليها الاضواء كده تبقى لطيفه. ومعانا تشكيله من الخضار، بتنجان على بصل على فلفل على كمان كوسه، كل ده مع بعض هيتشوي في قلب الفرن ويخش جوه المركب تاني مشوي بوريه مع بطاطس مشويه. المشروب بتاعي النهارده مشروب الطاقه. الطاقة بالكاكا، يعني عندنا قوة مناعة في المشروب ده. دخلوا العسل النحلي مع الزبادي مع الجنزبيل الفريش والطازة. وطبعا المشروب ده مفيد جدا خاصة للأطفال الحلوين، جوزك رايح على الشغل، أطفالك الحلوين رايحين على المدرسة، المشروب ده بيقوي المناعة وقيمته الغذائية عالية جدا. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن في الأكلة بتاعت النهاردة والمنيو بتاعي فيه تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة، ومحتاج كل وقت فيه وكل دقيقة فيه لأن وقتنا من ذهب في برنامجنا الشهير أكلة أمي. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. خط سير الحلقة بتاعتي بتفاصيلها بتركاتها بأسرار المطبخ بتاعنا. هنبدأ نعمل مع بعض النهاردة فتة رجيم. الاسم يخض، ما تتخضوش، ده بسيطة جدا وسهلة. أنا خليك تعملي البسبوسة رجيم، هتعملي أم علي رجيم، فتة رجيم، الكبسة هتعملها رجيم، اللي نفسك فيه. ولكن زي ما قلنا مع بعض جواك عزيمة، جواك قرار انك انت تعملي اكل هيلسي، تقدري بقدر الامكان تلخصي المواد الدهنيه واستخدامك لماتيريال الاكله اللي هي مكونات الاكله. مقادير فته رجيم على الشاشه مع بعض. فراخ صدور ممكن تجيبيها سليمه وتتخلصي من الجلد. معانا بصل ومعانا توم، معانا جزر وكرفس، بوكيه جرنيه عشان نعمل شويه شوربه حلوين. وما تنسيش طبعا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، ومع شويه زعتر شويه روزماري يدي طبعا طعم جميل جدا للشوربه بتاعتي. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هنقطع الفراخ مع بعض كده، وجنبي طاسه بتسخن جامد. نقطع البصل عيني. حاضر، حلو قوي. طيب مهم جدا وانا شغال الفراخ هنا بنعملها فته. هتيجي تقول لي يا شيف مخازن عايز شويه شوربه حلوين كده، ما احنا عايزين نعمل اكل دايت، عايزين نعمل اكل هيلث. ولكن دايما اللي بيعمل اكل بيعمل دايت او بيعمل رجيم بيبقى في نفسه عايز ياكل فته، ما بيبقاش البيت بياكل فته وهو قاعد بيتفرج. لا، هنعمل الفته برده بس هنعملها بطريقه ثانيه وبطريقه جديده. ايه المشكله ان طبق الفته يشارك فيه الزبادي؟ نجيب الزبادي من السوبر ماركت قليل الدسامه. معانا حمص الشام بيتسلي على النار مع بصل مع ثوم يبقى لطيف وجميل. والفراخ اهيت هنقطعها بالشكل ده كده. مهم جدا ان انا ما استخدمش لا زيت ولا زبده ولا سمنه في الاكل بتاعي اذا انا بعمل دايت. احنا عندنا يوم في الاسبوع بيبقى الاكل صحي. بخليك تخش المطبخ كده تعملي اللي نفسك فيه، ما فيش اي مشكله اهو. ومش لازم لما يكون عندك ضيوف تقول لهم والله انا عامله النهارده ام علي ما حطيتش، لا لا عادي خالص اعمليها. خلينا ناكل الاول ونستطعم وبعدين نقول ايه الفكره ازاي. والله شفت الشيف المغازي على القناه الاولى عملها 1 2 3 4، تبقى هنا المفاجاه. حلو الكلام. انما لو احنا عملنا مقدمات ليها قبل ما ناكل منها اقول لك والله ده كنت بحبها بالزبيب، اما فيها الزبيب مش هاكلها. لا، خليه يستطعم وياكل الاول وبعدين نتكلم. معانا البصل، معانا الفراخ، معانا طاسه
تسخن على النار. انا هنا مش هستخدم لا زيت ولا زبده ولا سمنه، هعتمد على السكريات اللي موجوده في البصل. بصل من خير ارضنا، البصل الاحمر او ابيض ايا كان، لما بنحطه على جريلا سخنه، والكلام ده يرجع للمشوي، لما بنشوي البصل في الماده السكريه اللي موجوده فيه بتدي فليفر جامد جدا وطعم حلو جدا، وخاصه لما نشويه. هنقلب البصل بالشكل ده كده من غير اي ماده دهنيه، اديله الطعم الاول كاني بشوي بصل عادي على الجريلا. بعتمد على تسخين الطاسه جيدا، وبنزل البصل لما تقطعه شرايح يبدا البصل ريحته تطلع الجميله الحلوه، علشان ريحه المطبخ ما تبقاش كلها بصل. هنحط عودين من النعناع الاخضر زي ما هم سلام كده، عشان نرفعهم بعد كده من الشوربه اهو بالشكل ده كده اهو. حلو، تعالى رايح فين؟ معانا فص ثوم محترم ينزل هنا كده برضو من غير اي ماده دهنيه. الفراخ هنا فيها نسبه دهون تقريبا 2% ولا 5% اهو. معانا مدام رحمه. يا مدام رحمه ازيك؟ صباح الخير والهنا والسعاده. صباح الفل يا ست الكل. تسلم ايديك على كل حاجه حلوه بتعملها. الله يسلمك يا حاجه. وصباح الورد والياسمين على احلى اعداد في الدنيا مسبيرو. الله يبارك لك، يجبر بخاطرك. الله يخليك. عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. عايزه اعمل الكريمه اللباني في البيت، مش عايزه اشتريها. ما ينفعش تعملها في البيت يا امي. ليه بس؟ اديكي بديل ليها. بديل طيب. هقول لك يا امي، الكريمه لباني يعني دسامه الحليب زي السمنه البرد كده لما بتطلع، بس بتتعمل طبعا بطريقه خاصه جدا في الشركات، ودي بتتباع في علب احنا عارفينها، ولكن هديكي بديل ليها وتقدري تتحكمي في الماده الدهنيه هنا، وهتبقى احسن من بره مليون مره، اللي هو حليب ونشا. الحليب يغلى على النار، بننزل بيه بالنشا، دي اصبحت شبيهه للكريمه اللباني، وتحط لها معلقه سمنه بلدي حلوه كده، جاموسه حلوه بيضه، ما تحطيش الصفرة عشان ما تغيرش لونها، هي كده بديله للكريمه اللباني، لطيفه وجميله وزي الفل. انا عندي الفراخ بعتمد على السكريات اللي موجوده في البصل، المخرج بيقول لي الدنيا بتدخن، لا ما تقلقش، انا بشوي بصل هنا ده الطبيعي، نار شديده. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بحط الميه بتاعتي. زي الفل. هنا بقى الشوربه طلعت اهي. شوربه زي ما قال الكتاب، اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، زلزال. يلا خلص الكلام. حلو، كل ده مع بعضه. شويه بهارات من الملح والفلفل، الفراخ بتستوي، بناخد الشوربه دي كده. معانا عيش متحمص، نوعين من العيش، عيش اسمر طبعا اللي احنا عارفينه في المحلات اللي هي بتاعه البيكري او العيش ابو رده، وعندنا عيش تاني برضو نوعيه طريه كويسه، ده موجود وده موجود. معانا الحمص الشام، معانا الزبادي، كل ده مع بعضه. تركيبه بقى الفته الرجيم وازاي نطبقها مع بعضيها، زي الفراخ استوت والحمص عندنا مسلوق والزبادي جاهز، الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل. هنطلع فاصل صغير ونرجع للفراخ تكون استوت معانا، ونشوف الزبادي نهيئه ازاي يدخل مع فته الفراخ بتاعتنا الجميله، وتبقى في نفس الوقت دايت هيلسي، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، وقدر الامكان الصغيرين والكبار يستفيدوا بيها. فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. انا هشوي شويه خضار دلوقتي، هنشوف مع بعض مقادير المراكب بالخضار المشويه بالاعشاب. يعني ايه مراكب خضار مشويه بالاعشاب؟ وايه الاسم المسمى الحلو ده اللي يفتح النفس؟ مركب تشيل بضاعه، مركب تشيل بشر، انما مراكب شايله خضار وبالاعشاب، ده حاجه لطيفه وجميله. المهم في الاخر ايه هو الموضوع؟ الموضوع ان احنا بنجيب البطاطس بنشويها في ورقه فويل بورقه زبده، بنحط لها شويه ملح شويه فلفل، تطلع معانا مشويه وزي الفل. اللي هو ده احنا عايزين نشوف قبل وبعد كده، عشان ما حدش يقول لك الشيف المغازي بيكروت وبيعدي الموضوع وخلاص. لا، الموضوع على ايدك يا تاجر اهوت، والمصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه القناه الاولى. بطاطسايه حطيتها في ورقه فويل مع ورقه زبده، شويتها اهي 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 اهي،
جيبها لي كده الله يبارك لك. اهي اهي حلوه اهي زي الفل. دي بطاطسايه عاديه خالص اهي، بنقيها كبيره طويله كده اهي ما شاء الله. خلي بالكم والله العظيم سبحان الله ربنا دايما لطيف بالانسان. يقول لك البطاطس بتعمل رجيم، ما تاكلش بطاطس. ليه؟ البطاطس كربوهيدرات ونشويات ولطيفه، والنشويات اللي موجوده في البطاطس يا شباب بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم سبحان الله. فالبطاطس مفيده جدا، بس احنا لما بنقليها في زيت وناكلها لاولادنا كده بنأذيهم، فانت دايما تشويها. كانوا زمان اهالينا بجد والله العظيم ام الله يرحمها يعني كانت بعد ما تخلص الخبزه او تخبز يعني نخبز العيش الفرن سخن، تجي راميه شويه بطاطا وشويه بطاطس في قلب الفرن، ساعتين زمن الفرن مطفي اصلا ما عندوش نار، هي بتستوي لوحدها، تبقى بتسقط عسل نحل كده حضرامي زي ما بيقولوا بجد. بطاطس وبطاطا وبصل مشوي، انا كنت فاكر كمان تلات حاجات دول كانوا يجوا من الغيط يعني، بصل مع بطاطس مع بطاطا في قلب الفرن هو مطفي يطلعوا زي العسل. الكلام ده عايزين نشوفه في الريف المصري والصعيد المصري. فالبطاطسايه معايا زي الفل اهي، تعالوا نعملها مركب. حلو الكلام واحنا شغالين مع بعض كده. ورقه زبده وورقه فويل اهو، وادي ورقه الزبده وادي ورقه الفويل. حلو. ليه يا عم الشيف ورقه زبده وورقه فويل؟ علشان بعد كده هتخش الفرن. انا عامل شويه طبعا ومجهزهم، ومعايا شويه خضار هشويهم دلوقتي. باجي الورقه كده عاملها بالشكل ده كده والشكل ده كده، واجي حاطط البطاطسايه هنا اهو، واجي قافل عليها كده اهو، واجي قافل هنا كده مارك. حلوه وزي اللي بتشوفها في قناه السويس اهو. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ واحده واحده مع بعض كده مركب زي الفل اهي. هنجيب سكينه صغيره اهو، حاجات بتكلفني مش فلوس ولا اي حاجه، بتكلفني فكر، بتكلفني حب للمطبخ، بتكلفك انك انت عايزه تعملي حاجه حلوه في المطبخ، بتحب اولادك بتحب اسرتك وده طبيعي طبعا اهو. سكينه ومعلقه دي الادوات بتاعتي، ما جبناش حاجه من بره، سكينه صغيره ومعلقه. بنيجي الاول حاجه شايلين كده اهو اهو الكفر اللي فوق ده كده اهو، برفعه كده بالراحه خالص بالسكينه اهو، واشيلها كده اهي. ايه الجمال ده يا شيف؟ واخد البطاطس اللي موجوده هنا الله اهي اهو. وعلى فكره الجلده بتاعت البطاطس لو نظيفه، انا شخصيا بحب اكل الجلده المشويه بتاعت البطاطس بس تتغسل كويس اهو. ما تستغربش الاجانب ما بيقشروش البطاطس اهو. حلو الكلام زي ما هي كده بس بتتغسل كويس طبعا. ونيجي هنا يا عم الشيف رافعين قلب البطاطسايه اهو عيني اهو اهو اهو. انا والله عامل خمسه سته سبعه، ولكن انا عايز اعمل واحده مع حضراتكم كده عشان ممكن نعملها بكذا فكر يعني. انا ايه القصه كلها؟ عايز ان انا اقول افكار حلوه بما ان انا مسكت البطاطسيه مشويه بين ايديا، حاجات حلوه يحبوها الاولاد. انا كده فرغت البطاطسيه من جوه، بقت شكل المركب بالفعل ولا لا يا شفيق؟ بالله عليك شبه مركب ولا لا؟ اهو اهو اهي اهي زي الفل تمام؟ طيب هنعمل ايه بعد كده يا بشير؟ هنخليها كده اه محطه كده. انا زي ما الشيف المغازي يقول لك محطه الابداع. انا بعمل اكل رجيم النهارده، فانا هشوي الخضار ده في الطاسه او في الصينيه وادخله الفرن، بعد ما يتشوي هضربه بوريه مع البطاطس دي واحطه جوه المركب. فيك تحط له جبنه موزاريلا او ما تحطيش حسب الرغبه، انت عايز ايه القرار قرارك. اكله ثانيه برضو لاولادك علشان تعمليها في يوم تاني، بتجيب البطاطس اللي طلعت من البطاطس دي كلها البوريه، بتجيبها زي ما هي كده، بتحط معاها مكعب زبده شويه بهارات وتحط لها جبنه موزاريلا وتقلبيها وتدخليها جوه البطاطس. حلو الكلام. دي بطاطس مشويه بوريه، تبقى في نفس الوقت كمان حاجه جديده مختلفه تماما. وكده انا غيرت لاولادي والمقادير على الشاشه اهو، بطاطس جبنه موزاريلا زعتر، دي اكله تانيه غير اللي انا بتكلم فيها، وكل ده يخش جوه المركب وتخش جوه الفرن، اسمها بطاطس جراتان او بطاطا جراتان في الفرن، بطاطس مع جبنه انا اعملها لكم برضو في مره من المرات. ممكن نجيب لحمه مفرومه متعصجه تخش مع البطاطس وتتحط هنا، ممكن نجيب جمبري مستوي يتحط مع البطاطس وتخش هنا، زي ما انت عايزه. نجيب السجق الصغير ده او السوسيس الصغير ده يتقطع مكعبات صغيره ويتحمر مع بصله تومه ويخش على البطاطس ويخش هنا، مراكب مراكب مراكب. اتفقنا؟ انا حبيت بس اقدم المعلومه والقرار قرارك انت في الاخر. هنشوي الخضار ده مع بعض. حلو الكلام. يبقى احنا خلصنا من المركب كده، هنخليهم على جنب كده
لغايه لما يجي الاوان نحشيهم ونملاهم ان شاء الله. وتعدي بخير وسلام. مراكب اهيت نخليها هنا، ونخلي البطاطس اللي طلعت معانا على جنب زي الفل. الخضار المشوي عندي معايا كوسه، معايا طاسه بتسخن على النار. الخضار ده هتشويه ازاي يا شيف؟ زي ما هو كده هنجيب بوله صغيره كده او كبيره يعني، ونمسك الخضار ده نقطعه هنا. كوسه، خضار البوريه الاطفال بيحبوه على فكره، وخاصه كبار السن اللي مشاكلهم مع الهضم، السنان انتوا عارفين، ممكن ياكل الطبق ده لطيف وجميل. يا عم اشرف ازيك؟ يا صباح الفل يا شيف. صباح الجمال يا عم. طيب ايه الجمال ده شيف؟ الله يبارك لك. ما شاء الله عليك انت، يعني ايه المراكب دي كلها؟ الله ينور. روح الله يسترها عليك. امرني يا غالي. حاضر يا فندم. بقول لك امرني. الكوسه المحشيه لحمه مفرومه، ممكن نعلي الصوت شويه يا عم اشرف الله يوفقك؟ بقول لك الكوسه اللي هنحشيها لحمه مفرومه لازم تتقلى الاول ولا ايه؟ محشي كوسه باللحمه المفرومه. تمام. مالها؟ نقليها الاول ولا كده؟ قول لي انت عايز تعمل تحشيها، انت صح؟ يبقى تجيب الكوسه تقورها يا عم اشرف بموار الكوسه. وعشان الكوسه تتقور معاك وتطلع حلوه، نصيحه مني بقى، معلومه غير معلومه، انقع الكوسه في شويه ميه بشويه ملح، هتلاقيها طريت معاك وزي الفل. حلو الكلام. الجلده بتاعتها بقت طريه. قورنا الكوسه، بناخد قلب الكوسه بنحطه على لحمه مفرومه وبصل وتوم، عصجنا اللحمه المفرومه بقلب الكوسه، كل ده مع بعضه في الاخر بنحشيها وتطلع معايا زي الفل. وممكن نعملها كمان باللبن اللي هي كوسه قبلمه او شيخ المحشي زي ما احنا عايزين، مفيش اي مشكله. كل الحاجات دي احنا عملناها مع بعض. ادي الجزر مع البتنجان، اللهم صل على النبي، معايا فلفل كمان، اي خضار عندك في الثلاجه طلعيه بقلب جامد. هنشويه كله مع بعضه. حاضر، بس حط دول في الطاسه عشان انا عارفك بتحب الشو ده، مخرجنا الجميل. وطلعني فاصل. بصل اهوت كمان مشوي. كل الخضار ده يا عم الشيف حلو قوي. ده كله هتهرس برق، والفلفل الاحمر كمان معانا اهو. فلفل الاحمر فيتامين سي، واحنا داخلين على الشتاء ومحتاجين فيتامين سي بكثره. فيتامين سي هو اللي بيساعد على الجسم يمتص كل المواد الغذائيه في الاكل اللي بناكله، سبحان الله، زي فيتامين د كده. حلو. وبعدين سبحان الله فيتامين سي لازم يخش الجسم كل يوم، ما بيتخزنش، فلازم كل يوم فيتامين، لازم نشوف الشمس اللي ربنا انعم علينا بيها في مصر. هناخد الخضار زي ما هو كده يا عم الشيف، بنحط عليه شويه زيت زيتون صغيرين مع شويه اعشاب من الروزماري والزعتر والريحان. زيت زيتون معلقتين كده، شويه ريحان حلوين، شويه شبت، شويه روزماري، حلو قوي، شويه دبس الرمان نهيئه يعني. ده خضار مشوي، شويه ثوم، اللهم صل على النبي، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. وفي قلب الطاسه. ينزل هنا كده. يلا هنطلع فاصل صغير مع شويه خضار مشويين بالشكل ده كده. بعد الخضار ده ما يستوي هنضربه بوريه طبعا، ويخش مع البطاطس بتاعتنا ويخش جوه المركب. هستاذن حضراتكم، اطلع فاصل صغير ونرجع بعد كده نشوف الانتاج بتاعنا. فتت الدجاج رجيم، خضار مشوي مراكب، الحلو بتاعنا النهارده، والعصير بتاعنا عصير المناعه، عصير القوه، عصير الطاقه اللي هي بالكاكا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المصداقية شعرنا على شاشة القناة الأولى. أنا في الفاصل كان معايا خضار مشوي، لازم نقول الحقيقة، خضار ده مشوي معانا، طلعناه طبعا من الفرن، ضربناه في الكبة، لأن احنا متفقين إن الخضار بعد ما يتشوي يتهرس كويس، بنعمله بوريه، وبعد كده بنضيفه للبطاطس البوريه بتاعتنا اللي احنا طلعناها من قلب البطاطس سابقا في قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا. وفي الاخر بنضيف ده كله مع بعضه مع شويه بهارات حلوين، وبيرجع تاني للطاسه يتقلب كله مع بعضه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، واحده واحده كده، عشان الاكله دي مهمه جدا على فكره، هتعجب الصغيرين والكبار، وهيبقى القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا. فيها الجزر فيتامين سي، فيها الكوسه مفيده للقلب، تقدر تحط بسله، تحط سبانخ زي ما انت عايزه.
تشكيله من الخضار اللي موجوده عندك في الثلاجه، ما توقفيش قدام حاجه وتقولي مش موجوده انا مش هعملها، ده مهم جدا على فكره. عندنا اهوت الشكل ده كده اهو اهو، خضار مشوي مع بطاطس مشويه، كل ده مع بعضه. ممكن اغذيها بايه يا شيف؟ بشويه شوربه من اللي موجوده عندي بتاعت الفراخ اللي هنعملها فته زي الفل. سلفيني شويه يلا. ده المطبخ كده تاخد طعم حلو. معانا دبس الرمان، نحط شويه كمان حلو. معانا كرفس، نحط شويه سنة شبت صغيره حلو الكلام. نقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. ممكن تحط جبنه، جبنه شيدر، جبنه موزاريلا، جبنه بارميزان، زي ما انت حابه. الاكله دي طبعا فكرتها حقوق الطبع لدينا وبس. الطاسه دي فيها كل انواع الخضار، بوريه مهروس بعد ما اتشوى، وبطاطس كمان مشويه. هناخد المراكب يا عم الشيف ونحشيها يلا. اللهم صل على النبي. حلو، نوسع نفسنا كده. الطبق ده مهم جدا، نجيب معلقه كده وناخد الخضار ده نحشيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولادك بيحبوا الجبنه الموزاريلا، مش لازم كل البيت يعمل دايت. لو انت عايزه تعملي دايت وعايزه تخسي انت وجوزك، مفيش مشكله ان احنا نخليهم كمان ياكلوا من الاكل ده اهو. تشكيله من الخضار، حط عليها جبنه موزاريلا ودخلها الفرن زي ما انت حابب. استاذ وليد ازيك؟ عامل ايه غالي؟ ازيك يا حبيب قلبي عم وليد؟ الله ينور على حضرتك. والله يا شيف احنا مش عارف نشكر حضرتك ازاي الصراحه. دعوه حلوه، شكرا، الله يبارك لك، كلمه طيبه. الله يستر على حضرتك، الله يكرمك. امين يا رب. امرني يا غالي. والله حضرتك جميله والله، والبحيره كفر الشيخ جبان يعني. الله يبارك لك، امرني. والله بقول لسعادتك بس الكب كيك والبيتزا. ماله الكب كيك يا غالي؟ ماله؟ حاضر نعملهم يعني. حاضر حاضر يا غالي حاضر. تشكيله من الخضار المشوي. الكب كيك بطريقه سهله وبسيطه، الخلاط اللي بتضرب فيه عصير الموز باللبن يا عم اشرف، هتضرب فيه بيضتين مع كوبايه دقيق، نص كوب من الحليب، معلقتين زيت، شويه فانيليا، وينضربوا في قلب الخلاط. بتكون مجهز كوبايتين من الدقيق، بتحط عليهم معلقة بيكنج باودر صغيرة، بتقلب السائل اللي ضربناه في الخلاط اللي هو البيض والحليب والزيت، وتجيب قوالب الكب كيك تملاها التلتين وتسيب التلت فاضي يا عم أشرف، وتدخلها في فرن درجة حرارته 180 يا عم أشرف، يطلع معاك الكب كيك زي الفل. عايز تعمله بالتمر حط تمر، عايز تعمله بالفراولة حط فراولة، عايز تعمله بالمانجا حط مانجا زي ما انت عايز يا عم اشرف. ده خضار مشوي جوه القوالب. مراكب مراكب يا عم محمود، محشيه خضار. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. محمود من جوه كتابات خاصه معاك يا شيخ. حبيبي يا غالي، حبيبي وتاج راسك. الله يديك الخير والسعاده ويحبب فيك خلو يا رب يا شيخ. امين يا رب العالمين. على كل حاجه بتعلمها لنا حلوه يا شيخ والله. الله يبارك لك. تحياتي لحضرتك والفريق الاعداد وكل اللي عاملين بالتلفزيون المصري يا شيخ. الله يسترها عليك يابا، امرني. كراسي الكبده الاسكندراني يا شيخ الله يبارك لك. مالها الكبده الاسكندراني يا غالي؟ عايزينك تعملها لنا في يوم الله يكرمك. حاضر عيني حاضر، مع اني عملتها بس اعملها عشان خاطرك يا عم اشرف. الله يكرمك يا شيخ. السلام عليكم. نحط الشراع يا عم اشرف بصل اخضر، شراع المركب ينفع يكون بصل اخضر؟ الله، حال اختراع. معندناش حاجة، كله من الدرج التلاجة. حلو أوي. إيه اللي بعد كده؟ هنعمل طبق فتة دلوقتي جامد جدا. فتة رجيم. عم عادل إزيك؟ إيه اللي بعد كده؟ هنعمل طبق فتة رجيم. هاي وطي التلفزيون يا عم عادل. فتة رجيم. هاي واتفرج. خلاص ماشي بس وطي التلفزيون شوية. وطي التلفزيون شوية. خلاص ماشي بس وطي التلفزيون شوية. ألو. الو. ايوه مع حضرتك اتفضلي. طريقة عمل الكيكه بالشوكولاته. حاضر عينيا يا شوكولاته، انت يا اموره عينيا. ولد ولود على السهوله. ماشي ربنا يبارك له فيه يا رب. انا معايا طبقين عيش، عايز اعمل نوعين فته، طماع بقى، ما انا معايا وقت والمخرج النهارده راضي عني. ولا ايه؟ هنعمل طبقين فته مختلفين
وفي نفس الوقت هنعمل عصير ان شاء الله. حلو الكلام. هعمل فتت الفراخ من غير زبادي بالطشه. والله مش جاي على بالي اكل زبادي يا شيف، اجباري يعني لازم عشان اكل فته لازم اكلها بالزبادي؟ لا. وهعمل طبق فته تاني بالزبادي برضو بالدجاج. وجاي على بالي اعمل شويه ايه الطشه بتاعتنا اللي احنا عارفينها، خل وتوم، وتبقى لطيفه وجميله كده، وتاخد معلقه هريسه طماطم تبقى حلوه قوي. ومعانا فراخ ومعانا حمص الشام اهو زي الفل بيناديني. الله على كوبايه حمص دي لجوزك الصبح قبل ما اروح على الشغل، هيتن طول النهار يدعي لك والله العظيم. شويه حمص في الكوبايه معاها شويه كمون عشان مشاكل الكولون، لو عنده مشاكل مع الكولون، لان الكمون بيغنينا طبعا وبيعالج مشاكل الكولون وخاصه الجهاز الهضمي. طبق فول حلو، طبق حمص، طبق فاصوليا، الكمون على طول يبقى معاهم. اه زي الفل. هنعمل اول حاجه الفته اللي هي العاديه بتاعتنا اهي. ده العيش المتحمص انا اشربه طبعا شوربه اهيت بتاعت الفراخ الحلوه دي كده اهو. اهو دي دي فته عاديه اللي احنا متعودين عليها من غير زبادي. طبقين فته اهو. مع عم احمد ازيك؟ عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. حضراتكم منورين الشاشه. الله يبارك لك. ومن وراء الشاشه فريق العمل المحترم الذي اكن له كل احترام وتقدير مع حضراتكم. الله يبارك لك يا محترم. مع حضراتكم احمد عروج ارض الجنينه غرب شبرا الخيمه. غني عن التعريف يا فندم. شكرا جزيلا. امرنا. بالنسبه للكريب السوري والنبي يا شيف مغازي، معلش انا بتقل عليكم، انا اسف معذره. حبيبي. احنا بص يا عم احمد صلى على النبي، انت راجل حبيبي واحنا عارفينك كويس والساده المشاهدين يعني عارفين. احنا بنحب صوتك الحلو ده والطاقه الايجابيه اللي جواك تتوزع على اماكن كتيره، والكلمه الحلوه اللي بتقولها انا هنديك اللي انت عايزه، هنديك الكريب المصري والكريب السوري والكريب الامريكي وكل حاجه حلوه، ما تقلقش. معانا زيت زيتون، هعمل الطشه بزيت زيتون مش بالسمنه. ينفع ينفع، المطبخ له دستور وله قاعده، خلوا بالكم. التوم الله. الفته من غير طشه ما تبقاش فته، من الاخر يا شيف ما تصدعناش بقى، لازم طشه. فانا هعمل لك النهارده شويه فته بالطشه اهو. الله الله اهو. حلو. شويه خل. الله. سته. الله الحمد لله. هو ده نصيحه مني بقى، لما تحط خل على التوم للفته سيبيه على النار شويه حتى تتطاير الغازات بتاعه الخل عشان تعملش مشاكل مع الكولون وتعمل مشاكل مع الجهاز الهضمي. سيبيه على النار كده لغايه لما الدخان بتاع الخل يطير الغازات بتاعته. ده لازم. الله على الطشه الحلوه دي كده. نحط شويه بهارات حلوين، شويه فلفله حمراء، شويه فلفل اسود. الطشه دايما تحب الفلفل الاسود. شويه الملح بتوعنا بس خلاص. تمام. نقلب دول كده مع بعض كده. انا عملتها من غير زبادي. حلو قوي. بس جاي على بالي بقى اغذيها بيه يا شيف. بدل الرز، بدل الرز حمص الشام. الله. في فته سوري طبعا احنا عارفينها، فته الحمص الصبح ديت يوم الجمعه اساسي. حلو. الفراخ دي طبعا. يابا 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 يابا. ناخد الفراخ الحلوه اهي. الله. فراخ مستويه زيها زي الكوارع. زيها زي لحمه الراس. معاها حبهان ومعاها هيل ومعاها ورق لورا وكل حاجه حلوه. وانزل بالطش يا عم الشيف على طبق الفته كده. احنا اكلنا فته لطيفه وجميله. الله. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شفتوا الفته ديت؟ الف انا وشفت. يا استاذ محمود ازيك يا عم محمود؟ عامل ايه يا شيف؟ ازيك يا غالي؟ شفت الفته الرجيم يا عم محمود؟ طبعا. كل سنه وانت طيب يا شيف. وانت طيب يا غالي. امرني يا عم محمود. كنت عايز نعرف بس طريقه البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه. مالها؟ تمام. طريقتها عامله، عايز نعرف بس طريقتها ازاي يعني بنعملها. بطاطس تتحرى مني. تمام. والطريقه الثانيه المكرونه المكرونه بتاعتنا العاديه بالصلصه كده يعني. تمام. حاضر يا عم محمود. انا حطيت نعناع اخضر يا عم محمود على التوم بتاع الطشه عشان لما تاكل من الفته دي ما يبقاش ريحه بقنا توم. هنحطها هنا اهو. يلا تعال نعمل بقى الفته الثانيه اللي احنا عارفينها اللي هي فته الزبادي. حلو الكلام. ونروق الدنيا كده وننظف الدنيا عشان مخرجنا ما يزعلش مني. النظافه اهم حاجه وانت شغاله في امان الله. هتلاقي الباب خبط، مين جارتك؟
حماتك جايه تشوف فجاه، تشوف البت دي شاطره في المطبخ ونظيفه ولا لا، رايقه كده ومطبخها رايق ولا لا، تحب يكون طبعا مرات ابنها رايقه. اه ادي الفراخ، ادي العيش بتاعنا، نشيل منه شويه كده. حلو ده بالزبادي، العيش ده كتير يا مشاهدي الله يسامحك. اه زي الفل. هنعمل ايه؟ هناخد الفراخ هايت زي الفل مع شويه شوربه. دي بقى الفته اللي هي بالزبادي. اه وعلى فكره نصيحه مني، الشوربه بتاعت الفته تحطيها قبل الاكل مباشره عشان العيش يبقى ناشف ما يبقاش طري. انا ما بحبش الفته تبقى العيش بتاعها معجن، لازم تفصل معايا كده. اه شويه شوربه حلوين، تمام، شويه حمص كمان. الله على ميه الحمص دي، الله على ميه الحمص دي لما تشربي بيها العيش. بروتين نباتي، قيمته الغذائيه عاليه جدا، امن. اه حلو. نشوف بقى الزبادي بتاعنا هنتعامل معاه ازاي. اه ده الزبادي، حلو قوي. الزبادي عايز ايه؟ عايز فص ثوم ني محترم، معلقه دبس الرمان زي الفل، اه زي اخواننا السوريين. يلا شويه بقدونس او نعناع اخضر او نعناع يابس زي ما انت عايزه، معلقه زيت زيتون، ده كله في الزبادي. اه حلو قوي. شويه ملح، عصرة ليمون، ده كله في الزبادي. اه بالخلاط او بالمضرب، ونحطهم على وش الفته زي الفل. عينيا خلصنا. اه اه تاني بقى اللي بيحب فته الزبادي او الحمص بالزبادي او الدجاج بالزبادي. اه اه تاني ممكن تحط معلقتين طحينه، بس احنا بنعمل اكل دايت. تاني بقى نقول عملنا يا شيف، عملنا زبادي، دبس الرمان، توم ني، عصره ليمون، معلقه زيت زيتون، شويه ملح، شويه نعناع يابس زي ما انت حابه، بقدونس مفيش مشكله. حلو الكلام. هناخد كل ده يا عم الشيف وننزل بيه على وش الفته، ويبقى ده نوع تاني من الفته. اللهم صل على النبي. عايزه تجودي وتبقى احسن مني، اسمعيني بقى للاخر وصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. تجيبي شويه صنوبر، هنزعل من بعض كده. الصنوبر غالي شويه، هنجيب شويه صنوبر ويتحمر الصنوبر ده ويتحط على الوش. يا ويلي، طب ما في صنوبر يا شيف. شويه لوز، يا مزاجك اللوز، يتحمر ويتحط على الوش، ده كله وارد. حلو الكلام. نعم يا فندم. اه حلو. أوه. تمام. ونزينها كده بشويه فلفله حلوه. ايه الجمال ده؟ اهي بصمه. معانا وقت نعمل عصير الطاقة؟ نعمله ولا نطلع فاصل؟ قصدي أنا طيب، أنا هعمل دلوقتي عصير الطاقة بالكاكا، عبارة عن عسل نحل. آه حاضر يا فندم، والله ما هاجي جنبها، حاضر يا شفيق. أهلا. بس أروق الدنيا دي كده الأول. اللهم صل على النبي. تعالوا نعمله مع بعض كده سريعا. المقادير على الشاشة والخلاط معانا. ويا رب الخلاط ما يحرجنيش. اوبا يلا. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. امن العب. تعالوا نعمل العصير ده كده في عجاله عشان انا حابب كل ام عظيمه بتتابعني. حاضر. كل أم عظيمة بتتابعني، كل ست بيت بتتابعني، كل مبتدئة في المطبخ بتتابعني. العصير ده قيمته الغذائية عالية جدا، تقدر تعمليه. الكاكا دي عندنا بيحسدونا عليها، طعمها حلو ولذيذ وجميل. ايه المشكلة لما نعملها مع بعض عصير تبقى لطيفة وحلوة؟ هنا اهو. حاضر يا فندم اهو. انا هسقيك على العصير، هسقيك من العصير ده يا شفيق عشان تسيبني دقيقة. رشوة جنزبيل طازة وفريش اهو. نقشر الجنزبيل كده في قلب الخلاط. الله عليك. اه انا بحب الجنزبيل الفريش في قلب العصير. عسل نحل. اه سكينتك ما تكونش عدى عليها بصله ولا تومه، ايدك ما فيهاش بصل وتوم عشان الدنيا ما تبص معانا، خلي بالك. اه ده مهم جدا. عارف بتقطعي بطيخ، بتقطعي شمام، بتقطعي كنتالوب، بتقطعي مانجا لجوزك، السكينه تكون بريئه من البصل والتوم. اه ومعانا الكاكا بتاعتنا الحلوه دي كده، نشيل البذره دي كده وزي ما هي
دي بتتاكل بقشرتها لما تكون مستويه. انا شخصيا بحبها بالقشره بتاعتها زي المانجا الفص كده والله العظيم. اه حلو. ونحط ماء مثلج حلو، وممكن نحط حليب زي ما انت عايز، ده معانا وده معانا. مخرجنا يقول لي تحبها بالحليب وبالماء المثلج؟ اهو لا تقول لي عليها حط، والحلقه مش هتخلص غير لما تقول لي حاضر حليب. اه اه زي الاستاذ عادل امام قال لك كوبايه الميه في جيبك ومش هخلص الحلقه المسرحيه غير لما تحط الميه. اه اه الله يديله الصحه يا رب. اه نعم حاضر يا فندم. حاضر حاضر علي مزيكا. اه يا ابويا ابويا خلص الكلام. لا مع سكر مين يا غالي، احنا حاطين عسل نحل يجعل ايامك كلها عسل. قول امين. مشروب الطاقه بالكاكا اهو، اللون الاصفر الحلو ده كمان بيفتح النفس على فكره وبيفتح الشهيه للاكل، اللون البرتقاني. اه اوصيكي زوجك ولادك حماتك مامتك بابا في البيت، العصير ده قيمته الغذائيه عاليه جدا. اه اوعي تحطوا سكر. مطبخنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كالعاده، رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم. فتة رجيم عملناها، مراكب محشيه بالخضار والبطاطس، وسلطة الخس بخل التفاح، وما ننساش طبعا نوعين من انواع الفتة لطاف الجمال يحبوا كل افراد الاسرة كلهم الصغير والكبير طبعا مهمة جدا. تابعوا الشيف المغازي، رؤية فن ابداع على الشتكات الاولى والفضاء المصرية. منين يا شيف؟ من مسبيرو.